معنا مداخلة مع رجل القانون المحامي الأستاذ أحمد فؤاد الجهني، المحامي بالنقض. ألو، حضرتك فندم. أهلا بحضرتك، إزيك؟ أخبار حضرتك إيه يا أستاذ الحمد لله أحمد؟ رب العالمين. يا حضرتك فندم، الحمد لله. قولي بقى، ممكن نعمل إيه يا أستاذ أحمد في أول الإجراءات اللي ممكن تعملها نادي عشان تحافظ على اللي متبقي بقى من المصنع؟ لا، هو اولا واضحين في حاجه. اولا طبعا الجد هنا هو بيمثل نفسه لان هو وريث، لان هو وليد صوتي طبعا. اثنين، هو بيمثل ولي طبيعي على القصه. وانا بوضح هنا بس عشان بس احنا استخدمنا لفظ مش دقيق، احنا قلنا الوصاية. هو هنا ولي، في فرق بين الولي والوصي. ايه الفرق الولي بين ده بين الوالي والوصي؟ الولي ده بقوة القانون هو النائب عن القصة، زي الأب كده وزي الجد. أما الوصي ده بيتعين بقرار من المحكمة، ممكن تكون الأم أو غيرها، يعني لكن الوالي ده اللي بتنتقل لي كل الحقوق لما يموت الوالي الحقيقي. بالظبط كده. ايوه، هو لانه ممكن يكون في فعلا غلط، ان حتى ناديه وهي بعت في القصه بعت بتقول ان هو الوصي واتنقلت الوصايه، لا هو دلوقتي هو الوالي، فهو دلوقتي هو الايد العليا بالقانون. فانا طبعا حبيت اوضح التفرقه دي. اثنين طبعا، هي في خطا عندها صغير. اللي انا فهمته من الحديث ان هي كانت بتتواصل مع العمال من وراء الجد، طب وايه وهو المشكله؟ بيدير فبالتالي هو حس ان هي يعني الوشايه بتاعت اخت المرحوم صحيحه، زي ما فبدا الدكتور كان بتقول ان هي حاطه الند بند او راس بقي، يعني اهو ما هي فيهاش كانت حاجه تحل تاني. رغبه انها تدير من بعيد او انها تتدخل في الموضوع، فتم تصديق او الروايه بتاعت اخت المرحوم بقت اكثر دقه. المهم اللي هو في الموقف ده بقى، طبعا احنا هنا عشان هي تاخد حقها، هي المساله حاجه من اثنين، لا اما الاصل ده بيتم تقسيمه او بيعه او مساله الاداره. لا، انا اللي انا مساله بقوله بقى، لو الوالي ده اساء استخدام الولايه او الاداره او ان هو يبقى هو المتحكم في كل حاجه، بنعمل ايه؟ بنلجأ للمحكمه، ولو هو سقط عنه اسباب في معايير معينه لان هو يكون مؤهل ان هو يكون ولي. ايه بقى المعايير المعينه؟ عشان انا عايزه حتى الفيديو ده هحطه على السوشيال ميديا، الناس كلها تشوفه. ايه المعايير المعينه اللي المفروض الوالي لما بتنتقل، يعني لما اب بيتوفى وبيجي بقى الجد هو اللي ماسك الفلوس وماسك كل حاجه، الولايه التعليميه وماسك كل حاجه، ايه بقى الشروط اللي تخليه مؤهل عشان يعمل كده في الام وعيالها يعني وبناتها؟ يكون عنده هو نفسه في تصرفاته نفسه ان هو يكون عنده اهليه وجوب واهليه اداء، يعني ما يكونش عنده عوارض من عوارض الاهليه. يعني ايه؟ لا انا عايزه حاجات مبسطه يفهمها يعني هو المواطن البسيط. لو سنه كبير مثلا وصل لمرحله التخريف، فهنا ده ما ينفعش ان هو مساله يدير. سن لو من هو سن لا قدر، كام يا فندم يا استاذ احمد؟ احنا بنتكلم على حاله مش سن، يعني ممكن واحد فقدان يكون عنده 80 سنه ولسه متزن، واحد صحته ممكن عنده تمام. 60 سنة وحصل عنده خلل نفسي ولا حاجة. اثنين، لو لا قدر الله برضو عنده عقوبة جنائية. عقوبة جنائية، يعني طب ممكن والد يكون عنده قضايا شيكات، قضايا حاجة، دي ممكن الحاجات دي تسقط من عليه الولاية على عيالي لو تسقط لا من قدر عنده الله حصل حاجة. الإدارة. الإدارة بتاعت العمل المالي ده. كويس؟ في كمان في قيود عليه، يعني الراجل ده لا يجوز ان هو يتبرع من مال القاصر ده بأي مال. ما يعني ينفعش ايه؟ يتبرع. يعني يدفع صدقات او زكاة، ممنوع لكن ممنوع 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 يدفع ممنوع زكاة من المال، ممنوع، ممنوع ويجب ان هو يتبرع بأي يقدم حاجة. كشف حساب ممنوع للقاصر يتبرع لما لأنه ما ينفعش يتحكم في المال ده. ويجب ان هو يقدم كشف حساب للقاصر لما يتم 21 سنة، هو عمل ايه وصرف ايه طب وفاضل له انا ايه. عايز أسألك على حاجة، هل اتفضل. بعد ما احنا شفنا في قصة نادية النهاردة، في قصة حقيقية، ان هو ينقل الولاد من مدارس خاصة ودروسهم الخصوصية ويوديهم مدارس تانية، الولاية ده التعليمية معناه هي ايه تبقى الولاية التعليمية لما هو يبقى كده؟ هل ده ينفع يبقى هو الولي؟ يعني لو احنا بنتكلم على ان هو يبقى سليم في كل حاجة. احنا هنبص الموضوع ده من معطيه. اولا هو كان في مدارس خاصه بفلوس، وودى مدارس ثانيه اقل تكلفه، فهي برضو نقلت لينا ان الظروف الاقتصاديه بتاعت المصنع اتغيرت. ما ده فقد اكيد مش يكون من مصلحه الاولاد. انا ولا حركه على حاجه، لما اتنين بيخلفوا اول حاجه بيقول لك انا هصرف عليها التعليم ومش هاثر مع اولادي في قرش في التعليم، يعني مش عظيم. لازم ياكلوا،
مش لازم يخرجوا، مش لازم يبقى في ترفيه، بس في تعليم. تمام. انا بديلهم سلاح التعليم. تمام. هل انا لما تيجي تقول لي الظروف الاقتصاديه فانت نقلت الولاد فمعادهم معاهم فالعيال بقوا شبه عمتهم في الاخر وبيتكلموا بطريقه عمتهم ورافضين كلام مامتهم، عموماً انا اتدخل ازاي؟ يعني ناديه دي تعمل ايه دلوقتي؟ بص حضرتك، عموما القانون في صف ناديه. ازاي؟ ليه بقى؟ ان القانون يعتبر حق الولايه التعليميه تابعا للحق في الحضانه ومرتبط فيه. يعني ليه الحضانه؟ هي ليها الحضانه كأم. يعني لو حتى الزوجه عايشه وحصل مشاكل بينها وبين زوجها، كان الحضانه بقى الولايه التعليميه ممكن تاخدها ليها هي، فتقدر تتقدم لقاضي الامور الوقتيه في محكمه الاسره بطلب تقرير الولايه التعليميه ليها، وبناء عليه هيصدر لها قرار تبدا هي. ما فيش حد يملك اللي هو انا. تمام في دي يا استاذ احمد، بس انا عايزه حاجه قبل ما اروح للمحاكم واروح للقاضي وابدا اعادي، هل في حل تاني انا ممكن اقدر استخدمه قانونا؟ اقول لهم انا ليا 1 2 3 4، حتى لو هنعمل قعده عرب، قعده زي ما بيقولوا. الامور بتاخد طريقين، لا اما قضاء لا اما رضاء. ما هي بقى، انا بقى عايزك تقولي كده رضاء، انا اروح اقول ايه؟ هي تروح تقول الكلمتين ازاي؟ الرضاء ان هي مشكلتها ان هو الوشايات اللي حصلت فيها، هي قالت ايه؟ قالت ان ما فيش لغه تفاهم بينها وبين الراجل، لانه وقعوا ما بينهم الاخت، اخت الجوز عملت كل ده. تبذل مجهود زياده عشان توصل انها تكلمه وتديله ترجع له الثقه في ان هو اي هواجس عندهم من اي حاجه لازم تامنهم وتطمنهم ان هي الهواجس دي مش موجوده. يعني لو في هاجس مثلا انها تتجوز حد مثلا كان شغال في المصنع سينيور او في مكان معين، معناها ان هي عايزه تبقى برضه تدخل في اداره المصنع وتبقى مسيطره عليها. وهل ده مش حق من حقوقها يا استاذ احمد في ملكها؟ لا هو حق من حقوقها، بس هو الموضوع ده هاجس عندهم ان الاولاد يتربوا مع حد تاني، وان هو الكلام ده كانه بيوجه ضد الجد. بس هي لو انا بقى هسألك سؤال، بس هو تريكي وده هختم بيه مع حضرتك سؤال كده، ايه يعني بفكر فيه. لو هو دلوقتي ليه الولايه زي ما حضرتك قلت وسقطت من عليه الولايه، بتروح لمين بعدها؟ هتكون ليها هي. يعني لو هي اثبتت انه الجد ده غير كفء ومش وممكن تبقى قواه العقليه مش سليمه، او انه بيتصرف تصرفات غلط، او انه صحته ما تنفعش، هتكون هي المتحكم في الفلوس. انا بتكلم، مش بتكلم على الوصايا، بتكلم على الولايه. هيصدر قرار من المحكمه بتعيينها وصيه على ابنائها الاسره، وابقى انا مسؤوله عن فلوس عيالي، مسؤوله عن اداره كل حاجه مع محكمه الاسره، بس هي المسؤوله كانها الجد بالظبط. انا بشكر حضرتك ونورتني، ميرسي جدا يا استاذ احمد، نورتنا.